أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تالي. أهلا في جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من وسط المدينة ممر أمام مولاي عبد الله المعروف بالبرنس اللي تعرفوه جميع البيضاويين، وتعرفوه حتى ناس من خارج مدينة الدار البيضاء. تمشي تشوفوا هذا الممر هذا اللي عنده تاريخ في العاصمة الاقتصادية، واللي تعرف واحد الحالة كارثية بسبب هذا الإهمال هذا.